فيديوهات وصوتيات منتشرة على مواقع التواصل عربيا لشاب ماليزي يقرأ القرآن بصوت جميل أثار اهتماما كبيرا وربط الناس بينه وبين كبار قراء القرآن الكريم الماليزي محمد يوسف، بالإضافة إلى قراءة القرآن شغوف بالإنشاد حيث يقود فرقة إنشاد إسلامي. نتابع بعضا مما نشر له. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما ومن العاصمة الماليزية كوالالمبور ينضم إلينا وعبر سكايب المقرئ الذي أثار اهتماما الفترة الأخيرة محمد يوسف. أهلا فيك معنا يا محمد، وإذا تحكي لنا عن البداية، مين اكتشف موهبتك في القراءة؟ الحمد لله. فسلي بداية تعلمت من معلمي في مدرستي الثانوية الذي علمني المقامات منذ البداية، ومن هناك وجدت أن المقامات جميلة جدا وتتناسب مع صوتي، لذلك واصلت التمرين حتى الآن. نعم، كم عمرك أنت الآن يا محمد وإيش بتدرس؟ عمري 21 سنة وأنا أدرس القراءة والمقامات. نعم جميل. محمد، هل ممكن نسمع بصوتك بعض الآيات؟ Yes, yes. Can we hear some Quran? You want me to recite some words? Yeret. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. ما شاء الله يا محمد. صدق الله العظيم. ما شاء الله، صوتك يعني جدا جميل وتلاوتك جميلة. خليني أسألك يا محمد، هل عندك أنت قدوة اللي تحب أنه تتخذ من مسيرته نفس المسيرة، تعيش نفس المسيرة؟ Means reciter. Yes.
one of the recite there. وأحد المقرئين. It's like Sheikh Mustafa Ismail. الشيخ مصطفى إسماعيل. الشرقاوي. والشيخ ياسر الشرقاوي. They are my idol. هما النموذج الذي أود أن أحتدي به. نعم، نحن بنشكرك جدا على هذه المداخلة معنا اليوم. كان معنا المقرئ محمد يوسف من كوالالمبور، شكرا لك.